في قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يقول: كيف الجمع بينها وبين حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه؟ نعم، يعذب القاتل، يعذب، لكن هو من أهل الكبائر دون الشرك، يعذب على قدر ذنبه وينتهي إلى الجنة. فقتل النفس بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب، لكنها دون الشرك. وقوله خالدا فيها، هذا خلود غير مؤبد، ما قال خالدا فيها أبدا، قال خالدا فيها يعني يبقى فيها مدة، الله أعلم بها، خلودا غير مؤبد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا بالإجماع أن قاتل النفس أنه ما يخلد في النار، وهو تحت المشيئة عند الجمهور. عند ابن عباس يقول أنه لابد يعذب، لكن ما هم معناه أنه مشرك، يعذب لابد. الجمهور يقولون هو تحت المشيئة مثل غيره من أصحاب الكبائر. ابن عباس يقول لازم أنه لازم ينفذ فيه الوعيد، لكنه لا يخلد في النار عند الجميع، عند ابن عباس وغيره. نعم.